تيفو لا نو بدينا من دابا عاوتاني ما يتحب لي التيفو الله يخرج هاد الحلقه تعادل معك صافي دوزو للسؤال الاول ماده العلم جراده وفيها بوحمرون ديربي علم انت رجاوي ولا ودادي ويجاوي وتيخرج من الروندة ديالك دابا وتقول دوزو للسؤال اللي وراه لاعب رجاوي يصلح للاكل بايلا لاعب ودادي سابق لا يصلح للاكل جويعه اين بوست كتلعب انت بوست دو ترافاي ويلي فاش كتمشي للتيران فين كتريح في بلاصتي هي زيده على الاخرى شنو الرياضه اللي كيمارس اوسكار فيلون الملاكمه علاش حين ديما مفدوع من يدو يرباندا لاعبان ينطبق عليهم المثل القائل ياك حنا خاوه وعلاش العداوه بالرابح نقولوا لك لا حقو يجمع قبو وحقي كيلعب في الراجا ما هو الهدف بارك غتشدك شي كريز برد ما هو الصوت الذي تحدثه البيضه ايه زدت شي وحيده ايه زدت شي وحيده اخرى باليسريه ايه وحيده اخرى باليمنيه ايه شحال عندك دابا اربعه يلا تقرق عليهم لا لا ولي فلالف من هنا للسؤال الجاي ما تقولش لي الهضره الله يرحم باك صافي ما علينا ندوزو السؤال الموالف ماده التحكيم ماذا يسمي الحكم الفتاه الخايبه كفره يعطي معها لمسه يد لا يعطي معها لمسه يد علاش لانها كفره وقنعتيني اخويا ما عندي ما نقول امتى كيصفر الاربيط ملي كيسخن اربيط هذا ولا كوكوت اجوبه كي دايره اذكر تشجيعات تاريخيه قديمه جدا زيدهم زيدهم هادشي ما يكفيهم زيد شي وحيده اخرى مسخوط على ربيت الوالدين باين عليك انت ما دخلتيش للتيران من ايام عسيله دوز السؤال الموالي فاش كتخسروا اش كديروا كنهرسوا الطوبيس فاش كتعادلوا اش كديروا كنهرسوا الطوبيس فاش كتربحوا اش كديروا كنهرسوا الطوبيس الماتش الجاي اش غديروا نمشيو على رجلينا عرفتي شنو والله توصل وطلع التيفو مع الدراري وضرب نص ديال المعالجه الطون والحرور وتريح حدا مول الطبل وتهلل شويه اما انا غادي نبقى مريح هنايا وغندير واحد ساعتين ونص دقيقه صمت ترحما على داك المخ اللي عندك المزيد